عقد أول أمس بالعاصمة الغينية كوناغري الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية من أجل الطاقات المتجددة في إفريقيا، وذلك بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كما تناول الاجتماع قضايا بيئية وتنموية، وفي هذا الصدد نتابع ورقة الزميل عبد الصادق علي أحمد. بالعزيمة والتضامن والهمة العالية من أجل المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة من أجل دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية من أجل الطاقات المتجددة بالعاصمة الغينية كوناكري. وقد جاء الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى مقر إقامة رئيس الجمهورية بقصر محمد الخامس ليقدم له الشكر على تلبيته لدعوة المشاركة في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة. وفي خلال اللقاء تبادل الرئيسان مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق ببعض المشاكل التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية. فرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد سلم الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي للرئيس الغيني ألفا كوندي في خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في شهر يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منصب يتطلب من الرئيس الغيني تولي ملفات عدة تتعلق بالقارة الإفريقية. وقد انضم إلى المقابلة بين الرئيسين ممثل الرئيس المصري في اجتماع المجلس الإداري للمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة رئيس الوزراء المصري السابق المهندس إبراهيم محلب، الذي تناول معهما العديد من المواضيع المتعلقة بالتنمية سيما مسألة الطاقات المتجددة.